الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وعلى الله عليه آله وسلم. وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في قتل الخوارج. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. نعم، يونس الليلي هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. نعم، في ها قال: حدثنا زهير. أخبرنا ولا حدثنا؟ حدثنا هو أبو خيثمة، نعم، من الثقات. صغير ابن معاوية. إيه؟ معاوية. ابن من؟ معاوية. ما هو أبو خيثمة، هذا شيخ لمسلم، زايد معاوية أبو خيثمة، طبقة ثانية غير الطبقة الأولى. وأبو بكر بن عياش. وهو من الثقات، ولا سيما ابو حاتم قال عنه ثقه متقن، يعني هذه ما تريدها لاحد بحال من الاحوال. واحمد ايضا قال، شوف زهير معاويه ابو خيثمه قال ابو حاتم ثقه متقن صاحب سنه، هذه مدح اعظم مما يكون. احمد قال من معادن الصدق، ده لما قال صاحب سنه قال من معادن الصدق. وأبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش فيه كلام أخذ عنه أهل العلم، وهو ليس بتمام الضبط، لكن هو مقرونا به، ولذلك قال أحمد هو ثقة ربما غلط. ومندل مقرونا به أيضا هو عمرو بن علي، قال أبو حاتم ما به بأس، ليس به بأس، قال أحمد ضعيف، وأبو زرعة قال لين الحديث، وهذا عجيب. نعم. عن مطرف. واتهم بالتشيع أيضا. نعم. عن مطرف بن طريف قال أبو حاتم ثقة، قال أبو داود ثقة، قال أحمد ثقة، وأيضا قد وثقه غيرهم. نعم. عن أبي جهم. أبو جهم وثقه النسائي، وقال أحمد ثقة، وأبو داود أيضا قال ثقة. عن خالد بن وهبان. قال عنه أبو حاتم مقبول. عن أبي ذر رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، أصدق الصحابة لهجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه من وسلم فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. تاني الحديث، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. نعم، هذا حديث ممكن في تكلم، حديث حسن. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي، وهو من الثقات، نعم، من الرجال الصحيح. قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف ابن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. جميل جدا، نقف عند هذا الحديث. الحديث الثالث أيضا له باب آخر يتكلم فيه، باب مسألة الخروج، أيضا مسألة مهمة جدا. هو هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في قتال او في قتل الخوارج. اولا هو ما قال في قتال الخوارج، قال قتل الخوارج، قال باب في قتل الخوارج. ولابد ان نعلم ان الشرع جاء يفرق بين القتل والقتال، الشرع جاء يفرق بين القتل والقتال في قتالين. والحق هو هنا لما قال باب في قتل الخوارج، انه قتله، ما حكم قتل الخوارج؟ الشرع جاء يفرق بين قتل وقتال. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فمن رجع عنهم فلا يقتل. وهذا باتفاق الأمة، لأن من رجع عنهم ولو ألقى سلاحه واستدار فلا يقتل، هذا باتفاق. فهناك فرق بين القتال والقتل. وأيضا إن اتفقت جماعة لها شوكة وامتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام تقاتل،
تقاتل كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة، ويقاتل أيضا مانع الصلاة، لأن أبو بكر قال: والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. لكن في القتل فيه خلاف، ولذلك ترك الصلاة في خلاف بينهم في قتله، ولا خلاف بينهم إذا امتنعت الطائفة لها شوكة عن إقامة أدي الصلاة أنها تقاتل، لكن في قتله هو في خلاف. طبعا أحمد مكفره فيقتل حدا، أما الأئمة الثلاثة لا يكفرونه، فمالك والإمام الشافعي يرون أنه يقتل حدا، وأما الأحناف يرون أنه يحبس حتى يصلي، ولا يرون القتل. فهذا الأصل في هذا الباب، أنه هناك فرق بين القتال والقتل. قال: في قتل الخوارج، والخوارج هذه الطائفة من أعظم طوائف الإسلام ضلالا، وهي من أشد الطوائف تغريرا بالأغمار الأغرار، لأنها كما قلنا على عبادة شديدة وعلى تمسك عظيم بكتاب الله جل في علاه. حتى قال عمر بن الخطاب لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له السلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتين. الخوارج كما قلنا هي طائفة مبتدعة، طائفة لها أسس وأصول ضالة، حادت عن الطريق وخرجت على أئمة المسلمين، فاستباحوا أعراضهم واستباحوا أموالهم واستباحوا دماءهم، فهم من أضل الفرق. والخوارج لهم فرق، فرخوا فرقا كثيرة. فالخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وصفا في ذمهم، ووصفا أيضا فيما هم عليه من التغرير بالأغمار الأغرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون قراءتكم لقراءتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لعلي بن أبي طالب: كفرهم، قال: من الكفر فروا. أنا ما أريد هذا، لأن هذا سيأتي حكمهم سيأتي، لكن أتكلم على الشاهد بأنه قال لما قال له منافقون، قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهم كما قال ابن عباس لما نزل عليهم قال: سمعت يعني في تلاوة القرآن دوي كدوي النحل من شدة القراءة. والوصف العظيم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاته، تحقرون قراءتكم إلى قراءته. قال: يقرؤون القرآن ما يتركونه الآن، فهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فوسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كثيرة، من هذه الصفات أولا بأنهم يكفرون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لهم. الثاني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون بلا فهم، لا فهم لهم ولا تدور. هذه المشكلة، ممكن يكون الإنسان كثير القراءة لكنه قليل الفهم فلا يصل لشيء، وقلة الفهم جهل، وقلة الفهم يعني الفهم دقة الفهم هذه منحة من الله جل في علاه، ولكن يعني هي تكتسب أيضا بالتمرس وبكثرة الأخذ الأسباب الفهم، وأيضا هي هبة من الله تعالى وتقوى الله تعالى يصل بها الإنسان إلى ذلك. الغرض المقصود أنهم لا يفقهون لا يعقلون، والدلالة ذلك قول سلم أنهم يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم لا يجاوز حناجرهم، فهم لا يعقلون، يقرؤون دون تدبر دون تعقل دون علم. هذه من الصفات، ومن الصفات أيضا أنهم أشد الناس أو لهم ألسنة حداد على أهل الخير، وهذا تردهم أنهم يسمون دائما أهل الخير بالنقص وأيضا بالكفر، يعني هذا أعلى ما يسمون به. لما دخل هذا الرجل غائر العينين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد اعدل اعدل، هو الآن تشكيك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعدل، ثم قال: ما هذه القسمة يرد بها وجه الله جل في علاه؟ حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرته. في رواية: خبت وخسرت، وأن أنكرها ابن القيم لكنها حقيقة واقعة وهي صحيحة، خبت وخسرت إن لم أعدل. وقال: خبت وخسرت، كيف يستقيم دينك أنك تأتسي برجل لا يعدل، كيف ذلك؟ وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين أهل من في السماء. فمن من من أهم من أهم سمات الخوارج الخروج على الدعاة وعلى العلماء، هم يفعلون ذلك. فمن تجد يبدع أهل العلم بلا روية بلا دليل بلا بينة فهو من الخوارج، وإن قال أنه من أشد الناس قعودا رأسا من الخوارج، هذه سمة من سمات الخوارج، صفة من صفات الخوارج، الخروج على الدعاة وعلى العلماء بتبديعهم وتفسيقهم والكلام عليهم، هذا من نوع خروج، هذا نوع خروج، فهذا نوع خروج أيضا من صفات الخوارج. ولأنك تراهم الآن تكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله، وخرجوا على علي بن أبي طالب وقالوا كفر، كفروا علي بن أبي طالب، ومن هو مبشر بالجنة، علي بن أبي طالب مبشر بالجنة فكفروه.
وقالوا حكم الرجال، والله تعالى يقول ان الحكم الا لله. هذا من يعني من الدلائل على جهلهم المركب. ايضا من اوصافهم انهم يحلقون تعبدا، لذلك من حلق تشبها يقع في مثل هذا، يحلقون تعبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق، في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق. والحديث الذي في الصحيحين قال جاء رجل غائر العينين محلق الرأس وقال يا محمد اعدل. فهذه أيضا من أوصاف هؤلاء الخوارج. ومن أوصاف الخوارج أو من أصول الخوارج بأنهم يعني لا يأخذون بالسنن. من أصول الخوارج هذه أصول كل المبتدعة، لا يأخذون بالسنن ويأخذون بكتاب الله جل في علاه، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن أصولهم أنهم يحرفون الكتاب بنفي صفات الخلاق سبحانه جل في علاه، لا يثبتون صفات الله جل في علاه، ويقولون بأن القرآن مخلوق، وينفون أيضا الشفاعة، وينفون أيضا طبعا شفاعة في الكبائر، وينفون أيضا رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. هذه من البدع الضالة التي يتمسكون بها. وأيضا هم يكفرون بالمعصية، يكفرون المسلمين بالمعصية، يكفرون بالمعصية، فهم أيضا هذه من صفات الخوارج. فهي فرقة ضالة جمعت بين كل المساوئ وكل الصفات التي تقع بهم إلى هوة سحيقة لا ينجون منها بحال من الأحوال. فلم يتبعوا الهدى، ولكن أصابهم الردى بأنهم نحوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكموا عقولهم الخربة، وإن كانوا من أكثر الناس عبادة، لكن كل عبادة لم تكن على بصيرة فالفساد إليها أسرع ما يكون، وما يزداد صاحبها من الله إلا بعدا، ما يزداد صاحبها من الله إلا بعدا. ولو صلى وصام وقام وما نام فإنه عند الله جل في علاه من المبتدعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب البدعة عن كل، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالخوارج هم الذين يخرجون على أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن أهم ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور من صفات الخوارج، وهذا نوع. وقد نقول أنها من صفات الخوارج، وقد تكون طائفة ليست من الخوارج بمثل هذا العمل فيكون فيها خصلة من خصال الخوارج وليس من الخوارج، فيكون فيها خصلة من خصال الخوارج وليس كما أنتلي الطائفة يعني تهتم بتبديع وتفسيق العلماء والدعاة، فهذه يكون فيها صفة من صفات الخوارج، لا يكون انطباق الوصف كاملا عليهم، لكن يكون فيهم خلة. كما والذي وهذا التقسيم ليس من عندي نفسي، أصل التقسيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من خلال النفاق أو فيه خصلة من خصال النفاق. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر، من فارق الجماعة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإسلام يحث على الوفاق وعلى التماسك وعلى الترابط وعلى الاجتماع لا على الافتراق. لكن لابد أن ننظر لأن هناك حقا مفاهيم مغلوطة عند بعض الناس، أو في هوى في المنتصف، أو هوى عند بعض الناس يعمون على الأغرار بمفاهيم مغلوطة كما سنبين. فإذا نقول بأن الاجتماع والوفاق دون الافتراق هذا حث عليه الأمة، حث عليه الشرع القويم، وهذا قد أمر به الله في كتابه المبين. قال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأيضا قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وأيضا قال الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، فلا بد من الاجتماع. وقال الله جل في علاه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوع ولا تختلف، قال تطوع ولا تختلف.
في سؤال، ما انا ما اقرا، مش ما ما مش مستطيع اقرا. لمن؟ نعيم حفظه الله. قل له انا مش مستطيع اقرا سؤاله عشان يعقل بس، حتى ما يحسب انني غفلت او اي احد. انا الان بس اعتذر اعتذارا جهريا للاخوه، انا ما انظر حتى في، يعني ما استطيع انظر في اللابتوب او الاله اللي امامي واقرا، فسامحوني. حتى الكتاب يعني ما بنظر فيه، فلو اخ بعت سؤال او بعث تعليقا فانا لم اقف مع التعليق فليعذرني في ذلك، انا ما استطيع. انا بجعل سعيد هو الذي يلقني ما يحدث في الشاشه، يعني لو في شيء مهم هو يوقفني وانا اعلق عليه، فانا بمشي بشرح فقط، انا لا ارى في هذا الباب، ما انظر اليه. فارجو عفوكم ان كنت قد يعني ما استطعت الرد على اي تعليق، ولكن الاخ يكتبه ويبلغني اياه بعد الدرس. قلت: الاجتماع والوفاق امر من الشرع، جاء به الشرع في الكتاب وفي السنه، بل واجماع اهل السنه، ولا بد من التوافق دون الاختلاف. لكن كما قلت ان المساله لها ضوابط، حتى لا يعمي احد علينا ويقول بقول ابن الجوزي، وان كان قول ابن الجوزي قول جيد لكن مفهومه خطا والعمل به خطا. يقولون: كدر الجماعه خير من صف الفرد. كدر الجماعه هذا حق ان كانوا على حق. كدر الجماعه خير من صف الفرد، هذا كلام صراحه ما ادري ما يراد به، لكن لو كنت تغرد وحدك خلف الصف او بعيدا عن الصف ومعك الكتاب والسنه فانت الجماعه. فانت الجماعه. اما قال ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان معاذا كان امه، الغرض المقصود حتى لا ادخل في هذا وتتداخل علينا الافكار، اقول الاجتماع والوفاق هذا امر به الشرع، الكتاب والسنه واجماع اهل السنه. وان الفرقه دلاله على وجود الهوى او وجود البدعه. وان الفرقه دلاله على وجود الهوى او وجود البدعه. لذلك قال حذيفه: السنه تجمع والبدعه تفرق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. لما بعث ابا عبيده بن جراح امره على ابي بكر وعمر والسريه التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مدادا لعمر بن العاص. فلما دخل واقيمت الصلاه دخل ابو عبيده ليصلي، ساب من السابقين، فقال عمر: انت اتيت علي وانا الامام. قال: نعم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. ولذلك قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون الى اخر الايات. قال: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله اخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقه. لا اقول تحلق الشعر، ولكن اقول تحلق الدين. فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر، ولكن اقول تحلق الدين. وهذه روايه واضحه جدا في الاستحساس واستنهاض الهمه على الاتفاق دون الاختلاف. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بانكم ان كنتم على سفر فلتؤمروا احدكم، يعني كنتم ثلاثه في سفر فامروا عليكم احدكم. وهذا من اجل اجتماع الكلمه وعدم التشرذم وعدم الاختلاف. وقد قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم. وقد قال الشاعر: تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. وهناك اسباب كثيره جدا للفرقه، هو اولا الالتفاف حول شخص معين أو جمع الناس على سين أو صاد من الناس. هذه سبب للفرقة، لأن المسألة لا يصح ولا يحل بحال من الأحوال أن تجمع الناس على شخص معين، على عين معينة. هذا من فعل أهل البدع. هذا من فعل أهل البدع، ليس من فعل أهل السنة والجماعة. الالتفاف حول شخص معين هو شخص رسول الله فقط. ولا يكون الالتفاف ولا الاجتماع إلا حول الكتاب والسنة. قال ابن تيمية: من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول رب العالمين: من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وأيضا من فعل أهل البدع وفعل الأهواء بأنه يرى المخالف له عدوا له، وأن يقول: من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا. هذا من فعل أهل البدع وليس من فعل أهل السنة والجماعة. الخلاف قد يسع، وإن لم يسع فلا بد أن تصل إلى الحق. الحق أين؟ الحق يحكمه كتاب وسنة. كل خلاف
كل خلاف لابد له من أرض صلبة يجتمع الناس جميعا عليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا لسين أوساط أو عين. يسهل جدا، يسهل جدا عزو القول لأي قائل، يعني لو هناك قول ستجد من قال به من الناس من العلماء. فإذا أتيت برجال سأتيك برجال، وأي رجال يقدم عند الخلاف؟ إذا أتيت برجال سأتيك برجال، إذا أتيت بنقل أتيتك بنقل، أي النقل يقدم؟ إذن الخصومة لابد لها من حل، ولا حل لها إلا بأمر جلل، ألا وهو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك حتى المخالف تقول له طب تعال أجلس وبيننا وبينك كتاب السنة، يقول لك لا لا ما تجلس ولا تتكلم عن كتاب السنة، نجتمع أولا. لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة في هذا الباب. إذن الأصل في هذا الباب أننا لابد أن نجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة، من فارق الجماعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال الفرقة عذاب والاجتماع رحمة، أو الجماعة رحمة، الفرقة عذاب والجماعة رحمة. ولذلك قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. فإذا قلنا فعليه بالجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر، من الجماعة أولا؟ لأن المسألة ليست بهنا، طالما من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة، خلع فقد أكمل الحديث، فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. صحيح، نعم، من فارق الجماعة، وهذه مصيبة، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. فالقول هنا أن نقول من الجماعة، السؤال الذي يطرح نفسه الآن من الجماعة حتى نتكلم. الجماعة قال 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 علماؤنا عن الجماعة، قال ابن مسعود الجماعة أن تكون الحق ولو كنت وحدك. ولذلك قال قرأ قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، قرأها إن معاذا بالقراءة التفسيرية، يعني أنزل الحكم على الشخص على للوصف المطابق، قال إن معاذا كان أمة قانتا لله، قالوا إن إبراهيم، قال إن معاذا كان أمة. نعم، لذلك أنت تقول في العلماء النبلاء رجل في أمة وأمة في رجل، هو بأمة، الأمة بأسرها، الأمة بأسرها تستنير به، الأمة بأسرها تنجو بوجوده، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، ونزاع الأقزام للجبال لا يؤثر في الجبال لكنه يعطل، وهذا التعطيل يحاسبون جميعا عليه. ولا يمكن للتعدي على طلبة العلم بأن يفوز صاحبها. وبعدين الآن من الذي نراه في الساحة كثير من السمات، سمات أهل البدع وصفات أهل البدع أنهم يبدعون المخالف، وهذا نص من كلام ابن تيمية في الفتاوى، قال ومن صفات أهل البدع تبديع المخالف لهم، وليس هكذا، ليس هكذا تورد الإبل يا سعد، ليس هكذا تورد الإبل بحال من الأحوال، طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فالغرض المقصود الجماعة هم من كانوا على الكتاب والسنة. من الجماعة؟ هم من تمسكوا بالكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. هؤلاء هم الجماعة حقا، هؤلاء هم أهل العلم حقا، الجماعة هم من تمسكوا بالكتاب والسنة. وهذا الذي قاله ابن مسعود الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. وقال أيضا ابن المبارك الجماعة هم العلماء. رأيت ليتكم إذا طبقوا صفو الجماعة وكثر الشخص، الجماعة هم العلماء، حيثما كان العالم فكن معه، التف حوله نجاتك بذلك، الجماعة هم العلماء، قال ابن المبارك. وأيضا قاله إسحاق بن راهوي، قال خاص العلماء، العلماء هم العلماء الراسخين في العلم هم الجماعة، الجماعة هم العلماء. وهذا من أعز التفسير التي جاءت عن التابعين وتابعي التابعين. الغرض المقصود في قوله السلام من فارق الجماعة، إذا نسأل أولا من الجماعة حتى نرى هل هي مفارقة حقا أم لا. فالجماعة من كانت على الكتاب والسنة، الجماعة هم من كانوا على الكتاب والسنة، وحقا أجل الكتاب والسنة في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وإذا اختلفوا علموا بأن الحق واحد، وقالوا بأن هذه المنازعات حلها في الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، من فارق الجماعة
قيد شبر كأنما خلع رقة الإسلام. هذه معناها الرقة هو الشيء الذي يوضع على العنق، وهي أخذت من الدائرة أو الطوق الذي يوضع على عنق الشاة حتى تكون مع صاحبها. فإن تحركت وخلعت هذا الطوق فإنها تكون شاردة وتهلك في أي واد وقعت فيه. والمعنى هنا بأن الذي خرج عن الجماعة التي هي جماعة الحق بالكتاب والسنة لا يبالي الله جل في علاه في أي واد هلك، أهلكه الله ولا يبالي الله جل في علاه في أي واد أهلكه. فإذا إذا خالف الكتاب والسنة فهو على التردي، فهو في حيدة، فهو ليس على الجادة، فهو على شفير هلكة، وعليه إنقاذ نفسه بأن يرجع إلى الحق، والحق أن يكون على الكتاب والسنة. وأعلم الناس بالكتاب والسنة هم العلماء الذين اصطفاهم الله من بين الناس، ولذلك الله تعالى قد أذن للدنيا بأفول بموت العلماء، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا الذي يبعد عن العلماء فهو على خطر عظيم. والمعضلة الكبرى الآن أننا نرى محاربة لطلبة العلم، محاربة لطلبة العلم، ثم بعد ذلك التبديع من أجل المخالفة، وهذا كله إما هوى متبع وإما جهل مركب، وأصحاب الجهل المركب لا يتبعون حال من الأحوال. فرويدا رويدا، فلابد أن نجتمع جميعا تحت مظلة واحدة هي الكتاب والسنة وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وأيضا لا يكون الالتفاف إلا حول العلماء، لا يكون الالتفاف الحق إلا حول العلماء، لأنه لا نجاة حقا إلا بوجود العلماء. قد أناط الله النجاة بالعلماء، ولذلك الفتن التي تأتي تطرى يبدد ظلماتها العلماء. العلماء هم الذين يبددون ظلمات هذه الفتن. هذا في الحديث الأول. وأما في الحديث الثاني طبعا لما قال ذلك من فارق الجماعة في إشارة، لأنه يقول قتل الخوارج، فمن فارق الجماعة هذه إشارة لأن الخوارج قد فارقوا الجماعة، هذه في إشارة لأن على أن الخوارج قد فارقوا الجماعة. وهو هكذا، وأنت لو نظرت إلى الرعيل الأول نظرت فوجدت عجبا، فإنهم قد فارقوا الجماعة بل كفروا الجماعة بعدما فارقوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعاوية، فكفروهم، كفروا علي بن أبي طالب، كفروا معاوية، وهم كفروا قبلها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكفروا عمرو بن العاص، وكفروا أبو موسى الأشعري، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، وقتلوا امرأته وبقروا بطنه، خرجوا على أهل الإسلام يحسبون أنهم يحسنون صنعة. لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، وأمر بقتلهم، لكن سنبين من هؤلاء الذين انطبق عليهم الوصف التام بأنهم من الخوارج، الذين انطبق عليهم الوصف التام بأنهم من الخوارج. أما الحديث الثاني ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم، كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء، قال كيف أنتم وأئمة من بعدي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة ولاة الأمور، وأنه لو استأثر بالخير أو استأسد به ومنع الناس حقوقهم فهذا من الظلم بمكان، من الظلم البين بمكان. كيف أنتم وقد وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما قال ستجدون بعدي أثره، فسألوه ماذا نفعل، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال سيجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولو كان في الخروج عليهم أو قتالهم خير لأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وهو أعظم الأمة نفعا للأمة، وهو أعلم الأمة بما يصلح للأمة. نعم. قال أبو ذر والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك وألحقك. قف، أبو ذر اجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فاصل في النزاع الآن، اجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظلم الحكام وظلم ولاة الأمور بأنهم لو ظلموا ضرب ظهرك واخذ مالك، استأثر بالخير واستأسد به، طلب الدنيا ومنعها لمستحقيها. فقال أبو ذر مجتهدا لعلون بالسيف، صحيح، وأقاتل حتى أقتل أو أقتل. فلما قال ذلك حتى ألقاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أقره أم أنكر عليه؟ هنا اجتهاد من الصحابة، والآن اجتهاد من الصحابة في الخروج على الحكام أو على السلاطين أو على ولاة الأمور الذين قد علوا سدة الحكم وقد ظلموا
أو قل بأنهم ما حكموا بالس... ما 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 ساروا بالسرية ولا عدلوا في القضية ولا حكموا شرع الله ولا حكموا العدل في الناس. فهؤلاء هل يخرجون عليهم؟ هل يقاتلونهم؟ قال أبو ذر مجتهدا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه إنكارا لطيفا، قال له أو غير ذلك يعني أعلمك أما، قال أما إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاه. هذا اجتهاده، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال أولا أدلك على خير من ذلك، أولا أدلك على خير من ذلك. وهذه فيها، وليست هذه على بابها، ليست فيها اشتراك في الخيرية، هذه ليست على بابها، لأنه ممكن صاحب اللغة يأتي يقول أولا أدلك على خير من ذلك، خير إذا اشترك في الخير وهذا الأخير، وهذا خطأ مبين، هذا غير مراد، هذا غير مراد، هذه ليست على بابها. مثلها بالضبط في أهل الجنة وأهل النار، قال خير مستقرا وأحسن مقيما. وهل الجنة فيها شيء من النار؟ هل في اشتراك بين النار والجنة؟ لا اشتراك، فهي ليست على بابها. فإن قال قائل من أين أتيت بأنها ليست على بابها؟ والأصل أنها على بابها، قلنا الأدلة الكثيرة التي جاءت في حديث الذي سيكون بعد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكروا وتنكرون. ففي كثير من الأمور التي جاءت، دعه يتعلم أولى من هذه الأمور. أحمد دعه يتعلم أفضل، خليك أنت في اللي أنت بتفعله، خلوه دعه يتعلم أفضل. فهنا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أمراء تعرفون وتنكرون، ففي آخر حديث قالوا أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، وأنكر عليهم إنكارا شديدا، قال لا، لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا نص في حرمة الخروج على الأمور، إلا إذا كان نص مطابقا بأنهم لا يصلون وعدم الصلاة. طبعا كما قلنا الخلاف فيها عريض بين العلماء، أو أنهم لا يبيحون للناس إقامة الصلاة، أو أنهم لا يبيحون للناس إقامة الصلاة. فهذه مهمة جدا في هذا الباب، أن في قوله أولا أدلك على خير من ذلك أنها ليست على بابها. وحديث عبادة يثبت ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله القول فيه. الكتاب والسنة هو الفاصل في نزاع الخصومات. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا، قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. فقال ألا أدلك على ما على 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 خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني، تصبر حتى تلقاني. طب وهذا الصبر دون إنكار؟ هل هذا الصبر صبرا فقط؟ هذا أيضا هذا من باب المجمل الذي يحتاج إلى تبيين، وقد جاءت الآثار عن النبي المختار بالتبيين بالبيان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الثلاث، عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن استطاع فبلسانه، قال فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا وذلك أضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره فقد سلم، من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. يبقى الصبر بعدم الرضا والمتابعة. ولذلك من أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينزعن يدا من تعليمه، لأنه سيحدث فساد مستشري لا يعلم به إلا الله جل في علاه. هذا أصل توضيحي في هذا الباب. والحديث القادم أفردته أنا إن شاء الله يكون في درس قادم نفرده، لأنه من الأهمية بمكان في قولي يعني سيأتي أمراء، صح مش هو الحديث، سيأتي أمراء تعرفون وتنكرون، لنرى مسألة الإنكار. لأنه الكلام هنا ما دام الأمراء على الإسلام مهما حدث من الظلم ومن الإجحاف، فإنه له حق عليه حق، فإن له حق عليه وعلى حق لابد أن يؤدى، وينتظر منه الحق، إن لم يؤده لم يشتم رائحة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راعٍ ما من راعٍ والله الله على رعية فمات يوم أن مات غاشا لهم إلا ولم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. المسألة على حساب الله جل في علاه، أعطاهم حقا وسيسألهم عنه، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم إلى آخر الآخرة. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الباب. لكن هنا كما قلنا الصبر مع عدم الرضا بالمعصية، أو مع عدم الرضا بالمخالفات، أو مع عدم الرضا بالمظالم، لكن لا تنزعن هذا من طاعة. قل نعم المظالم، وإن استطعت أن تنكرها بلا إفساد تفعل، لكن لا تنزعن هذا من طاعة. وهذا الذي دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو الخير، الخير كل خير في ذلك. لما؟ لمسألة النظرة المقاصدية للشر. وإلا فالاتفاق أنه لو ولد من توفرت فيه شروط للولاية، وهناك من تولى وليس فيه شروط، وهنا ويستطيع أهل الحل والعقد تولية من توفرت فيه شروط كاملة على من لم تتوفر فيه الشروط دون مفسدة، وجوبا لابد من الإحلال،
لكن إن علم بالمفسدة قالوا يكفه ولا يفعل ذلك بحال من الأحوال. هذا أصل أصيل في منهج أهل السنة والجماعة. الفوائد المستنبطة، اقرأ الحديث الشرعي في الفوائد المستنبطة. الحديث الأول: من فرق الجماعة فقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام. وجوب الالتزام بالجماعة. من بقى الجماعة؟ هذا هو الجماعة، هي جماعة العلماء أو من كان على الكتاب والسنة. نعم. وجوب التزام الجماعة. ومن الجماعة؟ على ما فسرنا. الثاني الفرقة لا تكون إلا من بدعة أو هوى. الفرقة لا تكون إلا من بدعة أو هوى، لأنه في شروط. خلع رقة الإسلام شرد، ومن شرد عن طريق الهدى تردى، صار في طريق الردى. الحديث الثاني: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيض؟ هنا علامة من علامات النبوة الخبر بالمعجزات، أن يخبر بالغيب، هذا من معجزات من علامات النبوة. قلت: أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقك ثم أضرب به حتى ألقاك. صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد أبو ذر ولا يقر على خطأ ورده النبي صلى الله عليه وسلم. وتري هذه أم شفاية؟ تقول معنى تردى. تردى يعني هلك. أربعة: وجوب الصبر على ولاة الأمور. قال: فاصبر وهذا هو الخير. نعيم يقول: السواد الأعظم كان يوم من الأيام الطوسي وجماعته. نعوذ بالله. والمسألة ليست على السواد الأعظم، المسألة بينتها أنا، إن معاذا كان أمة قانتا لله. يسأل يقول: ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا تعني ما أقاموا الدين؟ فإن ممتاز. هو طبعا هو في قولي ما أقاموا فيكم الصلاة، هل هي معناها أقاموا فيكم الدين؟ نعم هذا صحيح، لكن الصلاة هي ركن الدين الأعظم، وإلا قد ورد في الأحاديث بأنه أول ما يترك من الشرع هو الكتاب، تحكيم الكتاب. فلذلك قال الإنسان: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما صلوا. فجاءت مفسرة الآن، والحق أنه وجب على ولي الأمر إقامة الدين، يجب على كل ولي الأمر أن يقيم الدين وأن يصلح الدنيا بالدين، هذا الذي يجب عليه. فإن انخرم فهذا نقص، لكن هل النقص هذا يزيل الأصل أم لا؟ هذا أمر آخر. لم تسمع تردى يعني هلك.